وانا محترف التقينا بالفرح. شكرا للزميل عصام الخمري، وهذه لحظات البداية الأولى التي تنتظر هنا متابعة التحديات والإثارة. سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله راعي هذا المهرجان في لحظات وصوله والتقائه بأصحاب السمو وسعادة الشيوخ من خلال التواجد على أرضية هذا الميدان. نرحب بمعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد النهيام مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن في دولة الإمارات، وكذلك الترحيب أيضا بسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بدولة قطر في هذا الحضور الخليجي المتميز لأقطاب هذه التحديات، هذه الانطلاقات التي سيشهد تنافسها هنا هذا الميدان تحفة ميادين السباقات. في انتظار الانطلاق وفي انتظار إعطاء الإشارة الأولى بعد أن وصل الجميع، وصل راعي هذا المهرجان هنا في لحظاته الأولى ليتابع انطلاقة البداية وأشواط التحديات، أشواط المنافسة التي يشهدها هذا الميدان وتشهدها هنا منافسات سباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا الميدان تحفة ميادين السباقات من خلال المهرجان الختامي للهجن الذي ينطلق هنا في تحفة ميادين السباقات. إذن هنا لحظات البداية التي تندفع فيها هذه الأسماء هنا في المشاركة القوية، مشاركة أقوى إمبراطوريات الهجن هنا في دول الخليج من خلال هذه الأسماء، من خلال التنافس على كأس غالية، كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم، في مسار أربعة رموز في يوم اللقاء، في يوم التحدي والإثارة والمفاجآت. وبسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة شوطنا الأول، شوط الكأس المفتوح الذي ينطلق بهذه المشاركة المتميزة على أرضية هذا الميدان تحفة ميادين السباقات في رحلة هي الأقوى، في رحلة هي من تسمى هي قمة البداية الأولى في منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، حيث قدم الجميع هنا خيرة ما لديه من هذه الهجن لتكون حاضرة في هذه البداية الأولى. والمشاركين في هذا الانطلاق بين أقوى إمبراطوريات التحدي في رياضة الآباء والأجداد، ننطلق هنا مع الأسماء المتميزة اليذابة سياسة طاري نشايب وغيوم لهجن العاصفة، كذلك تتواجد التحديات من قناعة سكتة شوشرة الجوزاء ورهف لهجن الشحانية، وكذلك وجود التحديات القادمة من برمجة شواهين بهرجة والعفريت بشعار هجن الرئاسة. إذن هنا قدم الجميع، أسماء جاءت هنا في ملتقاها الأول هنا في تحفة ميادين السباقات تبدأ في هذا الصراع الرياضي التنافسي الشريف في رياضة هي الأقدم هي الأعتى والأقوى بين الرياضات. ننطلق في الشوط الأول، الكأس المفتوح للإبكار وقيادة البداية الأولى، نذهب إلى اليذابة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير في الصدارة، بينما المركز الثاني شوشرة على المركز الثاني لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري، وتغيير البداية غيوم هي غيوم لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثالث تعود هنا هنا في هذا الانطلاق وفي هذه البداية الأولى. أعود إلى الأسماء التي تنطلق مع هذه اللحظة، أتابع وجود الشهامة التي تتواجد على
قمة البداية وقمة الإثارة، شخصية على المركز الثاني لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثالث تتواجد هنا الظفرة هجن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري والحذر، بجانبها على المركز الرابع أيضا لهجن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري، والمركز الخامس الرواسي في المركز الخامس بشعار هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد آل خيالي. هذه الأسماء الأولى، أسماء ندائنا الأولى التي تنطلق في هذا الشوط وتعلن اندفاعي البداية التي تنطلق منها هذه الأسماء المميزة في هذه الرحلة الأولى، محط أنظار كل المتابعين كل المراقبين، بداية المنافسة في قمة التنافس في رياضة الآباء والأجداد. الكل قدم، كل من قدم أجود ما لديه وخيرة ما لديه من الأصايل للتنافس على كأس غالية، كأس المغفور له بإذن الله تعالى. الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم طيب الله ثراه، حلم يراود الجميع، حلم ينتظره كل المحبين والمراقبين لهذه الرياضة العربية الأصيلة. شخصية هنا تفرض شخصية البداية، شخصية هذا الشوط لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، والشهامة هناك ترافقها على مقدمة هذا الشوط أيضا بشعار العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير من خلال 2 كيلو أولى وتبقت على نهاية هذا الشوط. المركز الثالث، هجوم من المركز الثالث، الحذر الخطرة تأتي في المركز الثالث لهجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري، والمركز الرابع الظفرة أيضا لهجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري، والمركز الخامس رواسي 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 في خامس المراكز راسية في هذه المقدمة في هذه البداية الأولى لهجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. هنا تدق القلوب، تنتظر هنا العيون، تراقب كل الجفون هذه اللحظات التي تسير بهذا الشوط، تعلن من سيكون بطل كاس، من سينطلق هنا مع البداية والتحدي والإثارة المحتملة التي سنتابعها مع لحظات النهاية. ما شاء الله، نقترب نقترب من لوحة الإعلان، نقترب من الصراع النهائي على قمة البداية الأولى، المقدمة والصدارة 1200. يا مشاهدين يا متابعين يا مراقبين، الصدارة شخصية، شخصية الشوط، شخصية العاصفة تنطلق هنا مع المقدمة، مع هذه اللحظة تقود هذه المراكز الأولى. المركز الثاني ظهرت هنا في المركز الثاني، محبة في المركز الثاني، هجن الشحانية والعملاق سلطان بن محمد الوهيبي بدأ يفرض السيطرة، بدأ يفرض أيضا المنافسة، بينما المركز الثالث تصويت لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، والمركز الرابع، المركز الرابع متواجد انذار لهجن الرئاسة مع مبارك بن مطر بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. هذه الأسماء النهاية، هذه اللحظات النهائية، والكأس الأولى، كأس الإبكار المفتوح، كأس الإبكار المفتوح إلى الآن تسجل عنوانها العاصفة، عاصفية هنا في بداية هذه الكأس، وشخصية هي، شخصية هي القادمة بقوة، هي التي تنطلق مع هذه الانطلاقة، هجن الإمارات هنا عاصفية تحمل هذه اللحظات، تحمل هذه البداية. سلام سلام، كأس الإبكار المفتوح يسجل هنا عنوان العاصفة، عنوان العاصفة هنا في هذه الانطلاقة. تهانينا والناموس من خلال هذه النهاية السعيدة للجميع، التهاني لمالك العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله. إذا الكأس الأولى، كأس الإبكار المفتوح، إماراتية عاصفية، حمدانية حمدانية، ترشيحات من رشح أيضا شخصية بن حضير يرشح. هذه النهاية، المركز الثاني لهجن العاصفة، والمركز الثالث كانت محبة لهجن الشحانية، والمركز الرابع
انذار لهجن الرياسة، والمركز الخامس ارتياج لهجن الشحانية. إذن هذه الأسماء، هذه اللحظات، هذه البدايات التي نتابعها وننطلق من خلالها في مسار هذه اللحظة، في مسار التهاني، مسار التهاني. هنا من وقف أيضا وراء دعم الهجن دائما في كل مكان، سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مالك إمبراطورية العاصفة وهجنها التي سجلت أول إنجاز في هذا الختام. هنا فارس اليمامة في كأس العالم، هو الرياضي الشامل، هو قمة القمم في التنافس في هذه الرياضة العربية الأصيلة، في حضور كريم، متابعة، مشاركة، دعم لا محدود لهذه الرياضة العربية الأصيلة التي تعلن هنا تواجد الجميع. بالفعل شخصية، وهي شخصية، شخصية العاصفة تتواجد أينما شاركت، أينما حضرت، أينما قدمت لهذه البداية الأولى. شخصية وهي شخصية، اندفاع بالفعل بشخصية هذه البداية. تهانينا، تهانينا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم من خلال تحقيق هذه التهنئة المتميزة هنا من معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحادي سباقات الهجن هنا في هذا المكان. شكرا واثق المضمرين، شكرا بو راشد، شكرا، شكرا بو حمدان، شكرا. إذا الكل هنا سعد بهذا الإنجاز، سعد بهذه التحديات. شخصية قادت الشوط، قادت الشوط الأول، قادت هذه البداية، قادت هذه الانطلاقة، قادت هذه التهنئة، قادت هنا في هذا المكان تحقق أول الإنجازات، تعلن تواجدها مع المركز الأول، تعلن اندفاعها في هذه البداية بتوقيت قد يكون أيضا هنا من خلال هذه المنافسة 7:23 ثانية و7 من الأجزاء من الثانية. إذن بطلة الكأس هي شخصية للعاصفة وهجنها. المركز الثاني تصويت، أيضا تصل وصيفة في المركز الثاني 7:23 ثانية و7 من الأجزاء من الثانية، أو 24 ثانية وجزئين من الثانية هو التوقيت لصاحبة المركز الثاني. بينما المركز الثالث محبة أيضا وصلت في المركز الثالث. تهانينا والناموس لهجن الشحانية 7:26 ثانية و6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي، أول الرموز. إذا شخصية، وتبقى ثلاثة رموز في هذا السن، سن المفاجآت. بسم الله الرحمن الرحيم.